قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ سورة ياسين يريد بالله عز وجل غفر الله له. بس احسب كم وحدة، احسب كم وحدة، كلش الرواية حلوة. غفر الله له وأعطي من الآجر كأنما ختم القرآن 12 مرة. هسه أنت تختم القرآن بشهر رمضان مرة، خوش زلمة مرتين، خوش زلمة ثلاث، بعد ما تلحق بعد. هذا مولانا هسه البعض إذا أكثرهم نور على نور، قراءة سورة ياسين والعمل بها من بعد الغفران الإلهي، شنو مولانا ختمة القرآن شقد؟ 12 مرة، 12 مرة. وأيما مريض، هذا الصاحي، هسه المريض إذا قراها، وأيما مريض قرأت عليه عند موته، تو ذكرت لك هذا اللي قاعد يحتضر يموت وما يموت، تقرأها، تقرأ الله شو يسوي لهذا الميت. طبعا انت لك أجر بقدر ما هذا إلي أجر، انت ملك أجر. قرأت عليه عند موته، نزل عليه بعدد كل آية، كل آية كم آية بها؟ عافية، مو تنسى ترى 83، أنا روح أرجع لك ترى 83، بكل آية اللي يقرأها 10 أملاك، يعني ملائكة 10 على 83 830 ملك ينزلون لهذا الرجل. شو يسوون له؟ يقومون بين يديه صفوفا، شايفين الخدم، الخدام اللي يوقف، ها، يقومون بين يديه صفوفا ويستغفرون له، 2، ويشهدون موته، 3، ويتبعون جنازته، 4، ويصلون عليه، 5، ويشهدون دفنه، 6. كم مجال تجون قدام شوية؟ تعالوا اللي يقدر يجي قدام، جزاكم الله خير، رحم الله. صلوا على محمد وآل محمد. الثالثة بأعلى أصواتكم. عجيبة هالسورة هاي، اسمعني، الصاحي يقرأها، المو مريض، هو شفته بعد المغفرة وختمة القرآن اشقد؟ 12 مرة. المريض 830 ملك يوقفون بين ايديه يشوفون موته ويشيعونه ويدفنونه ويستغفرون له. بعشير المولانا خير من الله هاي. بعد مولاي اسمع، وان قرأها المريض عند موته، هذا اذا انت قريتها على المريض، هسا المريض هو شنو؟ هو قرأها. وإن قرأها المريض عند موته لم يقبض ملك الموت روحه حتى يؤتى بشراب من الجنة يشربه. ما يموت، ما يموت حتى يجيبون له ماي شراب من الجنة، إذا هو قرأها يشرب هذا الماي، شو يسوي له؟ وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان. ريان يعني شنو؟ مرتوي، ما هو عطشان، لأن البعض يموت شنو؟ يموت عطشان، وهو ريان، فيدخل قبره وهو ريان، ويبعث وهو ريان، ويدخل الجنة وهو ريان، ما يعطش أبدا. هذا المريض هو قرأها، مو إذا قروها عليه. بعد وحدة ضلت، ومن كتبها وعلقها، يكتبها ويشيلها وياه، يكتبها ويشيلها وياه بجيبه يخليها، كانت حرزه من كل آفة ومرض.